مباشرة غيطلع عليا باللي التطبيق ديالي راه تفعل، تم تفعيل التطبيق ويكون بريد خير ولا خير. بالنسبة في الفيديو ديال اليوم غنحلو واحد المشكلة كتوقع للزبناء ديال بريد بنك المغرب فاش كيبغيو يفعلوا التطبيق ديالهم ديال بريد بنك موبيل. كما تلاحظوا معايا فاش كتجي تدخل رقم الحساب ديالك المتكون من 8 ديال الأرقام وكذلك كلمة السر باش كتفتح التطبيق وكتبغي تكليكي على تابع، ما كيبغيش يدوز معك المرحلة الأخرى، كيطلع لك هذا الميساج يقول لك راه المعلومات خاطئة. او لا كذلك كاين واحد المشكل اخر كطلع لك باللي الصفحه بيضاء ما كيعطيكش تدوز للمرحله الاخرى. المشكل فقط راه كاين غير في التطبيق، راه ماشي عندك نتايا او لا المعلومات ديالك، المشكل فقط كاين غير من التطبيق. وغنوريكم الحل الخوت كما تلاحظوا معايا قبل، راه هذه هي اخر نسخه انا كنت خدام بها، هي هذه اللي فيها المشكل 15 افريل 2024. بالنسبه لخوت الحل ديال هذا المشكل، اول حاجه دير غديزونستالي لابليكاسيون ديال بريد بنك موبيل نسخه جديده، هي الضغط على هذا الموقع غيديك لهذه الصفحه. هذه الصفحه هنا تلقى جميع النسخ ديال بريد بنك موبيل كما تلاحظ معايا، هذه النسخه دابا اللي كاينه في بلاي ستور 683، وكاينين كذلك نسخ اخرين. دابا حنايا غادي نتيليشارجيو النسخه اللي قبل هادي، هاد 670 هادي اللي غنتيليشارجيو، اما هادي راه كاينه دابا في بلاي ستور هي اللي فيها المشكل. غنتيليشارجيو دابا حنا هاد النسخه ديال 670 وغادي نمشيو وغادي نتيليشارجيوها من هاد المتصفح. بعد فاش غادي تيليشارجيها غادي تكليك على تيليشارجمون وغادي دوز لابليكاسيون، راه الحجم ديالها صغير. من بعدها غادي نمشيو للتحميلات في الهاتف ديالنا اولا في المتصفح، وغادي نمشيو نانستاليو لابليكاسيون ديالنا. من بعدها نتايا غتكليك على لابليكاسيون، هنا يطلع لك انستالي، غادي تانستاليها بشكل عادي، غادي تفتح معاك وغادي تكليك على اوفغيغ وغادي تكليك على اوفغيغ فاتح. بعدها غادي تفتح معنا لابليكاسيون بشكل عادي، هادي هي لابليكاسيون النسخة ديال 670، غنردوها للعربية كما تلاحظوا معايا، نشونجيو لا لونغ وغندوزو دابا للتفعيل. كما تلاحظوا معايا غادي نكليكو على هاد تفعيل بريد بنك موبيل. من بعد كيطلع لك هاد الميساج، انت ضروري ما تكليكي على هاد اسمح لي للبريد بنك باستخلاص المعلومات الخاصه بي، الا كليكيتي على لا راه ما يعطيكش تدوز للمرحله الاخرى. ضروري ما تكليكي على هاد اسمح لي للبريد بنك باستخلاص المعلومات الخاصه بمعلومات جهازي المحمول. من بعدها يطلع لك هاد الصفحه، هنا ضروري تعاود تكليك على تفعيل بريد بنك موبيل، هنا كيطلع عليك تكتب رمز التفعيل. انت ما عندكش رمز التفعيل اي خصك تطلب رمز التفعيل، هادي هنا تلقى طلب رمز التفعيل، هنا كيعطيك تدخل رمز العقد وكذلك رقم الهاتف والبطاقة التعريف الوطني الرقم ديالها. الا نسيتي على رمز العقد او نسيتي على رمز العقد الخاص بك، غادي تلقى هنا نسيت رمز العقد الخاص به، هنا تدخل رقم الهاتف ديالك ورقم البطاقة التعريف الوطني وغادي يوصلك رمز العقد ديالك في الجيميل اللي عطيتيهم. نرجعوا دابا الخوت للتفعيل، هنا الخوت انا ندخل هذه المعلومات الخاصة بي، رمز العقد، رقم التليفون وكذلك رقم البطاقة التعريف الوطنية. من بعد فاش دخلت هذه المعلومات الخاصة بي غنجي دابا غنكليك على هاد تابع. هنا الخوت ضروري ما تاكدوا من هاد المعلومات وكذلك من بعدها تكليك على التابع. هنا كيقول لك تم ارسال رمز اعاده التفعيل في رساله قصيره في الرقم اللي عطيتيهم، هنا دير موافق. وكما تلاحظوا معايا ها هو الميساج وصلني، هو هذا الخوت راه فيه رمز التفعيل. غنكليكي اولا ندخل الميساج وغادي نلقى الميساج وصلني وغادي نجي ندخل دوك الارقام هنايا، بعدها غادي نكليكي على تابع. في هذه المرحله الخوت هنا كيعطيوك يعاود يطلعوا لك رمز العقد الخاص بك، ما دير حتى والو، غتكليكي على هاد تابع. كما تلاحظوا معايا رمز العقد راه موجود في الوراق اللي عطاوك النهار الاول فاش مشيتي للوكاله. بعدها في اخر مرحله هنايا كيعطيوك تكتب رقم سري باش تبقى تفتح التطبيق. هذا الرقم السري ما خاصوش يكون متابع، مثلا 5 الاصفار او لا من 1 حتى ل5 خاص يكون رقم سري صعيب. هنايا دابا ندخل انا هذا الرمز السري الخاص بي ونعاود ناكدو، غنكليك على هاد اعاده تفعيل بريد بنك موبيل. هنا مباشره غيطلع عليا باللي التطبيق ديالي راه تفعل، تم تفعيل التطبيق ويكون بريد بنك موبيل بنجاح. وبهكا نكون فعلت التطبيق ديالي بكل سهوله وبلا ما نلقى شي مشكل. وهنا دابا يبقى لي دابا ندخل الرقم السري اللي دخلت مؤخرا اللي قلنا متكون من 5 ديال الارقام. هنا بطبيعة الحال غادي تفتح معايا التطبيق بشكل عادي كما تلاحظوا معايا، او تفتح معايا. دابا غادي ندوز للحساب ديالي، هذا هو الحساب ديالي كما تلاحظوا معايا، هذا هو الكونت الشيك. كذلك الا بغيتي تعرف الحساب ديال المنحة ديالك او الحساب التوفير تلقاه هنايا، وهكا تكون فعلت التطبيق ديالك بسهولة. وهادشي الخوت دابا اللي كاين في هاد الفيديو، نتمنى يكون عجبكم. ما تنساوش الخوت تشتركوا معنا في القناة وتفعلوا الجرس باش الا تحطات اي مواضيع على هاد الشكل يوصلكم على شكون نوتيفيكاسيون او لا اشعار في التليفون ديالكم. يلا السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد.